نقول لك مسلم كان واحد الفنان يعني اللي عزيز للمغاربه كاملين وبصفه الشامل يعني كثار حتى الطنجاوي، ولكن شحال نقول لك ملي سمعنا يعني باع مراته بامل صقر ولا ماشي راجل، كنقول له يعني وكاين كوني ولد الشعب في حالي في حاله، يعني باش تبيع مراتك اللي بقات معاك ما عرفش شحال كذا شي على اخرى ما ساويه والو، تخرج مراتك ولا داك الزنق على الله يعفو علينا وصافي. هادشي ما نقول لك اخي الله يعفو علينا والله يكثر من مثاله، كان هو يعني واحد طولوا الوسام كداش ما يستاهل والو صح الله يعفو عليه. بغيت نقول لك واحد الحاجه، كاين بزاف ديال المسائل كيبان لي حنا اللي خصنا نهضروا عليها ابار الفنان مسلم، فهمت هذا الشيء ديال مسلم وهاد الخزعبلات اللي كتجي وكتصدر الراي العام، كتجي غير باش كيلهيو بها الراي العام ومتتبعين فيسبوك على شي مسائل اخرى كيجوزوا بها شي قوانين. اما بالنسبه للمسلم راي شخصي كتبقى حياته الشخصيه، عادي كيبان لي يعمل اللي بغى في حياته، فهمت واخا هو فنان مشهور وهذا بالحق مسائل عادية، الحياة هي هادي، يقدر الحياة كتستمر يقدر يطلق يتزوج وحدايا اخرى، حياته شخصية كتبان. وشكرا. كان الرسالة كنبغي نوجهها للمسلم، كنقول له بلي حرام ديك الشيء اللي عملتي في ديك المرأة وحشومة، وانت كتهضر على الأم وكذا، وآخر ديسكو خرجتي عليها لالات أمهات وكاع النساء وما خصناش العنف، ولكن كنشوفك تينا عملتي فايو كبير وهذه 5 سنين باش ظلمتي امراه خونتيها بخمس سنين خرجت لك وكتقول لك الدعوه الله وكتقول لها بلي ماشي خاطري مشيت مع ديك المراه، واش هذا ماشي جواب هذايا وحرام عليك زعما حشومه صعب تظلم لا بحال. وبالنسبه لي كتبقى حياته الشخصيه، حنايا المجتمع سواء الشباب سواء كما كنا كتبقى حياته الشخصيه، ولكن صافي الحياه ديالو حياه شخصيه ما يتدخل فيها حتى شي واحد. والسلام عليكم. السر اللي كنصيفط للمسلمه الخاوه هو كتسمع داك ماشي صرف الرجوله، هذا الشيء اللي كاين الخاوه.